مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في مدينة تمارة في المكتب ديال الأستاذة ليلى. مشاهدينا الكرام، معايا الأستاذة زين مخيار. لعدد كبير من المغاربة تعرفوها، هي محامية بهيئة الدار البيضاء. مشاهدينا الكرام، مجموعة من التطورات في الملف ديال أصغر أم في المغرب تبعته بطبيعة الحال المحامية ديالها. غادي نشوف معها مجموعة من النقاط كذلك في الموضوع. أستاذة، نهار الأول شفنا هذاك الملف، ألمنا، بكينا كاملين الناس ديال المحكمة. أنا كان عندي فيه تتبع مجموعة من المراحل في هذا الملف. أنت بقى عندك الإطار القانوني، أنت مقبلة على الجلسة ديالهم عند قاضي التحقيق، كيفاش كتشوفي الوضع ديال البنية؟ كيفاش كتشوفي هذا الإشكال ديال القاضيين؟ كيفاش المعلومات اللي عندك كذلك على المعتقلين في الملف؟ أولا أستاذ خيار زين، محامي بهيئة الدار البيضاء، مرحبا بك يوسف. أستاذة ليلى علمان، حنا جينا ضيفا عندها المصور إن شاء الله. أنا كنقول لك التطورات ديال هاد الملف، لأن كنت متابعة هادشي بالنسبة للأولياء ديال المتهمين، الوالدين ديالهم، العائلة ديالهم. أنا شفتهم كيقولوا بأن هاد البنت، هاد القاصرة، هاد الأم قاصرة، بأن راه ما عندهاش 12 عام، عندها 16 عام. واش المشكل؟ المهم راه في جميع الحالات راه قاصره، ولكن الواقع راه هي نيس عندها 12 عام، لان راه عرفوا راه من البنيه الجسديه ديالها راه ما تقدرش ترد الدري، لان ما عندهاش حليب في جزها، يعني انها التدي ديالها انها قاصره. هنا كنأكدوا بان الدريه كان البنت، هاد البنت عند الام طفله صغيره اللي هي صبحات ام عازبه، راه ما عندهاش الحليب، ما كترضعش الدري. كيشريو ليكوش، وكيشريو وليدو خدم حاجه، كيشريو الحليب. على هذا الاساس ان التبنيه ديال الجسميه ديالها راه صغيره بزاف، وراه متاكد كما اكدتوا انتم بان راه لاج ديالها راه هو 12 عام، يعني انهم هذه الممارسات اللي بداو معها اقل من هذا السن، كانت ربما من 10 سنين مبادين، لان ثلاثه الاشخاص المعتقلين دابا العديد من التحقيق، اللي اذا الوالد ديالها المره الاولى ما دارش شكايه بهم كاملين، دار بواحد فيهم، لان الام اصغر ام في المغرب هي اللي دلات الدرك بانهم راهما ثلاثه، وصعيب باش خرجوا من هذا الهضره، لان الدريه راه ماشي غير، لان الدريه ما قاريه ماذا، راه كيزيد المراه لما كانت قاريه وبقى صغيره، بنت بقى صغيره في السن، كتزيدها تزيدها بانها كتولي بحال نيه، بحال نقولوا روتاردي في جميع الحالات، واخا تكون عندها 20 عام، واخا تكون عندها 40 عام، هذا راه اغتصاب. واخا يكون هما تيقولوا تيناقشوا في السن، 12 عام، لا ما عندهاش 12، عندها 16، ها 16 قاصره، ولكن هذه راه حدث ماشي قاصره. كيفاش بداو يوهموا في الناس بان هذوك ما دايرين والو، باذن بهم راه الضابط الدرك الملكي راه اعتقلهم بناء على الاعترافات ديالهم، ولا على الام اللي هي اللي جبدتهم، هي اللي قالت لهم كان تيمشي ليا فلان وفلان وفلان وفلان. فاذا بواحد راه تضلع البكره ديالها، والاخر اغتصبها، هو الطفل بطبيعه الحال غيكون ولده باه واحد، لان على الاساس حنا غنلتمسوا الخبره الجينيه عند هذوك الثلاثه باش نعرفوا شكون هو الاب الحقيقي. اما هما راه كلهم تورطين، لان هذه راه جريمه اغتصاب، وهما معتقلين على ذمه التحقيق، لان في البدايه لان الدرك كنشكروا من هذا المنبر، لان داروا خدمتهم على اكمل ما يرام، وبالاخص بان الاب ديالها اللي هو الوليد ديال الامر ديالها كان دار شكايه بواحد، اذا راه داروا مجهودات جباره باش جابوا لنا دوك الثلاثه، دوك جوج اخرين. انت مقبله استاذه على المرحله الاخرى كذلك ديال القاضيين باش يبان شكون هو الاب. معلوم لان غندو بلادين القاضيين هي الاولى، لانهم كلهم معتقلين على بنيه ذمه التحقيق على الاغتصاب مع سميتو الحمل الناتج عنه الطفل، ولاده ديال الطفل. دا لادين حنا دابا المشكل غتكون في ولد من هذاك الولد، واش ولد الاول ولا ولد الثاني ولا ولد الثالث، لان الخبره الجينيه راه تعطينا شكون باش نحدوا شكون. بالنسبه لذاك الطفل، اما بالنسبه للاغتصاب كلهم تورطوا في الاغتصاب، راه جينايه هذه وغنتبعوها
الى الاخر ان شاء الله، وغتكون احكام قاسيه بالنسبه لنا، لان لا يعقل وقعتنا هاد الوحوش ديال الغابه اللي باقا كيمشيو الناس قراب ليهم في الجوره، قراب ليهم في حتى في العائله في الدم ديالهم، تيمشيو يغتصبوا واحد الدري بهذه الطريقه. اش غنصير هاد البنت نيت في المستقبل؟ اش غادي يوقع لها في المستقبل؟ اذا هاد الدري دمروا لها حياتها، دمروا العائله كلها. وكنشكركم من هذا المنبر من شفتوا عند المجلس المدني وعاونوها ومشاو معها، مشيتوا حتى لعندهم، راه كنتم مشكورين من طرف المجتمع كله، لان كنشوف هنا التعليقات كيديروا عليكم كصحفيين، لان كتوصلوا داك الشيء وكتجتهدوا وكتعاودوا تمشيو عاودوا تمشيو حتى كديروا الدقه. كنشكركم تحرم من هذا المنبر، لان كتوصلوا كل شيء الراي العالمي، لان الام سميتو انتم اللي وصلتوها العالميه. فاذا بان جميع العائله ديالي الناس كانت نعرف كلهم من برا تيشكروكم على هذا الاعلان اللي وليتوا كتوصلوه برا، لانكم ما كانش اعلام ما توصل حتى شي حاجه. الحمد لله راه ولات سلطه رابعه باش نوروا الراي العام، باش كل شيء يوصل لكل شيء، باش ما يبقاش داك الشيء تحت الستار، ما غيعرفوش الناس اش واقع في المغرب. وكنشكركم من هذا المنبر، ورحنا ان شاء الله غنبقاو معاه حتى تنشوفوا الاحكام، لان الاحكام انا متوقع الواقع غتكون احكام صادمه اللي ما غاديش اللي غادي ياخذوا الجزاء ديالهم، والله راه فوق كل شيء. أستاذة شكرا لك والله العظيم، وانت انت عندك دور كبير، لانك مطالبه بطبيعه الحال بتتبع الملف في الاطار القانوني ديالو، في القضيين، في كذلك في مجموعه من المراحل ديال التقاضي. الله يوفقك يا ربي. غادي نشوفوا مع ليلى الشق القانوني. مشاهدينا الكرام، ليلى كتدخل على الخط في ملف ديال سناء 12 سنه اللي هي اصغر ام في المغرب. اول سؤال عندي معها هو نحاول ما امكن نناقش مع القضيين. تبعتي هذا الملف مبدئيا كيفاش شفتيه؟ هذه الأولى. ثانيا تكلمي لي على هذه الخطوات اللي غتبع الأستاذة زينب ديال القضية اللي تبين الحقيقة أكثر، من هو الأب؟ هذا كإجراء. أولا السلام عليكم، أهلا وسهلا بالمتتبعين الكرام. كنقول لكم عيد مبارك سعيد مسبقا، مرحبا بكم مكتبي. شكرا أستاذة زينب على تدخلك القيم. فيما يخص الملف ديال الطفلة القاصر، فأنا كجميع المواطنين وكمتتبعة دقيقة لهذا الملف هذا، كأستنكر هذا الفعل، لأنه كتعتبر واحد الفعل لا إنساني وحشي اللي ما خصوش يبقى يتكرر عندنا في المجتمع المغربي ديالنا. وكتأسفوا بزاف لأن الحادثة وقعت عليها واحد دجع عليها واحد الطفل آخر اللي توا ما عندوش الذنب، لأن هي طفلة وعندها طفل ما عندهاش لا ذنب لا هي لا هو، في وسط واحد العالم قراوي بسيط شاسع نائي، مكاينش عندهم لا وسائل التواصل لا وسائل يعني باش يتعاملوا مع الناس، بعيدين منعزلين. وحنا هاد الناس هادو اللي منعزلين ما بغيناش انهم يكونوا كيكونوا بحال اللي حاقرينهم ناس واحد اخرين، راه حتى هما واخا في المجتمع اللي يعني النائي راه حتى هما مغاربه، حتى هما عندهم حقوق، حتى هما كيطبق عليهم القانون المغربي، والقانون يسري على الجميع، ماشي حيت واحد في واحد المكان بعيد ولا نائي ولا هادشي باش غادي واحد يسمح لنفسه انه يتهجم عليه ولا يدخل ليه المسكن ديالو الحرمه ديال دارو وانه يدمروا بهذا الشكل هذا. فحنا امام واحد الدمار كبير شامل لواحد العائله، لواحد الطفله، لواحد الام اللي هي اصلا هي طفله وبدات كتلقى راسها انها ام. ففيما يخص المنظور ديالي على الملف ككل، حنا المهم امام واحد الواقعه اللي هي طفله عندها مصيبه، عندها اغتصاب وعندها حمل، هذه اللي عندنا. الجونات يمكن يظهروا واحد اخرين، يمكن يكونوا هذوك اللي كاينين. البحث اللي غادي يبين لنا على الدقه ديال كل تصرف وقتاش كان بالنهارات بالاوقات، لان حنا انا والاستاذه زينب تنخدموا بواحد الدقه شديده، معناتها انه غادي نرجعوا مثلا 9 شهور للور، غادي نقلبوا التاريخ بالضبط وقتاش كان هذا الشخص هذا، كيفاش، اين تم وقوع، فين كان الاب، فين كانت الام، يعني يوجدوا راسهم للتحقيق والتدقيق خطير بزاف، لاننا باش يكونوا عندنا بحال هذا الملف هذا ما نظلموا فيه حتى شي واحد. فيما يخص الادان، انا تنقول بانه للاسف للاسف مره ثانيه ان هذه المساله ديال الدي ان راه كانت خاصها تكون من الاول مع الشرطه القضائيه ومع تغيير بطائق الوطنيه، لاننا لا يعقل اننا غنبقاو ما ماشي بحال دول واحد اخرين، غنبقاو متخلفين بزاف، لان كون كان عندنا الدي ان ديال كل واحد فينا في واحد لافيش ديالو ديال البوليس اللي كتكون عند البوليس ملي كنجيو نديرو بطائق وطنيه، ما كنحتاجوش نبقاو نقلبوا عليها ونناقشوا اراء من هنا من هنا، اوتوماتيكمون كنمشيو للدي ان كنلقى
تلقاو مثلا الجاني عنده هذيك الرموز ديال لا دي ان ديالو ستطابق مع المكان او تطابق مع هذاك الطفل او مع الشعر او مع اي حاجه. دابا حنا عندنا خصاص في هذه المساله هذه، فخص الشرطه القضائيه ومديريه الامن الوطني تعاود تغير في التغيير ديالها الجديد البطائق الوطنيه وتدخل فيها لا دي ان ديال كل واحد فينا، باش كيكونوا عندنا دي فيش تكنيك ونكونوا كنوصلوا لما وقعناه وسطرناه كاتفاقيه دوليه، حيت لا يعقل اننا نكونوا درنا اتفاقيه دوليه في المجال الجنائي وما كنحترموهاش. فحنايا هنا لو دووا انترناسيونال هو اللي كيجبرنا اننا نلتزموا به باش نكونوا في واحد المركز راقي ونوصلوا للمستوى المطلوب. فكون كانت عندنا هادشي غنلقاو يعني دغيا غادي نلقاو هاد الجونات وغنعرفوا شكون اللي سميتو، ولكن الحمد لله حنايا غادي نناضلوا من اجل اننا نعرفوا الحقيقه بالعلم وبوسائل اللوجستيكيه بالتموقعات الجغرافيه بكل شيء بحال اللي كنا درنا في ملفات واحد اخر. الله يوفقك يا ربي، شكرا لك. وهذا شق يعني اجتماعي وقانوني محض. مشاهدينا الكرام، استاذه زينب الله يوفقك يا ربي في المهام ديالك. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع على هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بجديد فيما يخص القضيه دي اصغر ام في المغرب سناء 12 سنه. الله سبحانه وتعالى اللي عالم بالوضع ديالها. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع على هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بجديد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.